السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نبدأ درسنا بإذن الله تعالى، درس الفوتوشوب. نحن نبدأ بأول درس عنا. الدرس الأول نحن نتعلم فيه برنامج الفوتوشوب، بس أول شيء لازم قبل ما نبدأ بالفوتوشوب نتعلم أساسيات عن الصور والألوان وأي شيء بدنا إياه بالفوتوشوب. كان الأساسيات عنا البيكسل. البكسل هي عبارة عن مربعات صغيرة. هذه المربعات تكون عادة في الصورة وغالبا في البيت ماب. البيت ماب هو نظام من نظام صورة. هلا عنا نظامين صورة، هلا رح نشوفهم بإذن الله. نظامين صورة، نحن نظام البيت ماب هو اللي بتعامل مع البكسلات، وهذا النظام موجود ببرنامج الفوتوشوب، ويتعامل أيضا مع الصور، يتعامل مع الصور والرسومات على أساس مربعات صغيرة. البكسل هو عبارة عن مربعات صغيرة، فإذا كان عدد المربعات كبير تكون الصورة واضحة، أما إذا كان عدد المربعات قليل تكون الصورة دقتها رايحة شوي. إذا كبرنا الصورة بتفقد ملامحها، ما بيعود في عن يعني بتصير بيسموها مبكسلة، صورة مبكسلة. الصورة المبكسلة بتبلش تبين حواف مربعات شفافة على الجوانب على دائرة الصورة. هلا في عنا الشاشة، تتألف الشاشة من بكسلات تكون على شكل. الشاشة تتألف من عدة بكسلات تكون على شكل مصفوفة، فهناك بكسلات عرضية وبكسلات شاقولية. هلا في عنا الشاشة، نحن دائما عنا تتألف من بكسلات بالعرض وبالطول. هلا نشوف هاي الشاشة، مثلا شاشة اللابتوب اللي بتكون 15.6 بوصة، بتتألف دائما الشاشة هي حصرا 15.6 بوصة، بتتألف من 1633 بكسل بالعرض أفقي و768 بكسل شاقولي. بتجميع البكسلات مع بعضها بشكل مصفوفة جنب بعض بشكل لنا الشاشة وهي بتظهر الألوان. هلا في البكسل هو عبارة عن مجموعة من الألوان، دائما البكسل بيحتوي ثلاث ألوان، يعني رح أرجيكم إياها. هاي البكسل، البكسل هذا عنا بتألف كل بكسل. هاي الشاشة طبعا متألفة من بكسلات، مجموعة بكسلات محطوطة مصفوفة بشكل مصفوفة. كل بكسل فيه ثلاث ألوان، هو الأحمر والأخضر والأزرق. كيف يتم العرض؟ وقت الشاشة فيها مدافع الكترونية الضوئية، فيها الأحمر والأخضر والأزرق، فوقت تسلط الضوء على البكسل بحسب اللون المحطوط فهو بينعرض. عندنا اللون اللي بيبين معنا هو البكسل اللي بيضوي، مثلا طلع ضوء احمر من الشاشه على البكسل فبيطلع لي على البكسل بصير لونه احمر البكسل، او اخضر او ازرق. فبتجميع البكسلات جنب بعض بكون الصوره. هلا في عندنا الالوان. نحن نحكي شوي عن الالوان. الالوان في عندنا انظمه الوان كثيره. رح نحكي هلا عن لونين اساسيين، نظامين اساسيين. نظام الالوان الطبيعيه، يعني اللي بنشوفه بواقعنا، انه بنشوفه بعيوننا المجرده، وهو الاحمر والاصفر والازرق، يعني R Y B. هاي الالوان وقت ندمجها مع بعض بتطلع لي اللون بني. وقت نشيل هاي الالوان من عنا بيطلع عنا اللون الاسود، لانه هيك ما في عنا لون اصلا، الاسود ما له لون. هو هاي الالوان الاساسيه اللي بنشوفها بعيوننا المجرده. اما الالوان اللي نحن بنتعامل معها بشكل كبير على الكمبيوتر، يعني هي الالوان الاساسيه الضوئيه، تتالف من احمر واخضر وازرق، يعني RGB، وهي الالوان التي نراها في الكمبيوتر والتي تنتجها الشاشه. هلا بدمج هاي الالوان بيعطينا اللون الابيض. اما وقت ما يكون في عنا ولا لون من هاللون، لا احمر ولا اخضر ولا ازرق، هو بيطلع اللون الاسود، او هو ما له لون بس نحن نصطلح انه هو لون مشان السهوله، بنقدر نحكي عنه انه لون، بس هو خلو الصوره من الالوان بيعطيني اللون الاسود.
هلا عندنا نظامين للصورة. هلا حكيت عن واحد اسمه البيت ماب. البيت ماب هو نظام يتعامل مع البكسلات، فكل صورة بيت ماب تتكون من بكسلات، يعني انا اذا بجمع البكسلات مع بعضها بيعطيني صورة. اسم الصورة هي بيكون نوع الصورة، النظام تبع الصورة هو بيت ماب. البرامج اللي بيتعامل مع البيت ماب هو الفوتوشوب، طبعا مو برنامج لحاله، في اكثر من برنامج بيتعامل مع البيت ماب كنظام، بس الفوتوشوب هو يعني اكثر واحد متطور واحسن شيء يعني بالنسبة للتعامل مع الصور. في عندنا نظام اسمه الفيكتور. الفيكتور هو نظام يتعامل مع الأشعة وتكون الصورة مرسومة بشكل شعاعي. هالمرة الشعاع مو نفس البكسلات، يعني ما رح يكون في عندنا الصورة مبكسلة، يعني قد ما كبرنا وصغرنا الصورة ما حتتغير. البرنامج بيتعامل مع نظام الفيكتور هو الالستريتر، برنامج كمان شركة الأدوبي مساويته للتعامل مع نظام الفيكتور بالصور. نظام الفيكتور رح نتعرف عليه ان شاء الله درس صغير باذن الله بعد شوي. هلا الفرق بين نظام البيت ماب والفيكتور من حيث تكبير الصوره. وقت بدي كبر صوره البيت ماب بتتشوه الصوره على التكبير، طبعا هي بيعتمد على الدقه. مثلا عندي صوره دقتها خفيفه، مثل اذا صوره بتسحبوها من النت فبتكون دقتها خفيفه، حاولوا تكبروها تقوم تلاقيها كل ما كبرت اكثر بتبلش تطلع لي مربعات مربعات صغيره. اما صورة اما الفيكتور قد ما كبرت وقد ما صغرت ما بتخرب الصورة، يعني هي طريقة تانية من الصور. رح نشوفها كيف بتكبر وبتصغر ما بتتغير، ونعمل مقطع صغير عنها هلا. بس معظم الصور اللي بنشتغل فيها وبنشوفها بالسوق، بنشوفها بالشارع، بنشوفها بالارمات، محل كرت، اي شيء بنشوفها، هي الصور بتعتمد على نظام البيت ماب. اما الفيكتور اغلب شغله باللوجو، طبعا مو بس لوجو بيشتغل اي شيء، بس المتعارف عليه انه بيشتغل لوجو. ليش؟ لانه اللوجو ممكن نحطه، نحن اللوجو كبير لشعار شركة بنحطه على ارمة مثلا كبيرة فبنشده كتير بيقوم بيكبر اللوجو، او بنحطه على مكان صغير مثلا بنت او بصورة فبنصغر اللوجو. فعملية التكبير والتصغير اذا كانت بالميت ماب بيخرب اللوجو، ما بيعود يبين، بصير ملامحه مغبشة، بصير عليه مربعات مربعات صغيرة حواليه. اما الفيكتور قد ما كبرت وقد ما صغرت ما بيأثر. رح ارجيك ان البكسل بالشق بالصورة، مثلا عندي اي صورة انا فاتحها على برنامج فوتوشوب، اذا بكبرها بكبرها كتير. اذا بتلاحظوا هون بلشت، هون شايفين شلون بلشت تصير حواف شفافة. رح كبر اكتر لنشوف البكسل بشكل اوضح. هلا كل مربع يعتبر بكسل. هلا هون هاي المكان، هذا المربعات هذا لونه ابيض البكسل. ليش؟ لانه الشاشة بخت لي اللون الاحمر والاخضر والازرق مع بعض بنفس الكثافة فاعطاني اللون الابيض. هلا شوفوا هون تغيرت البكسل، تغير لونه، هو ابيض ولا رمادي ولا يعني بتتفاوت درجات اللون. فهون بتكون عاطي درجات للالوان بين الاحمر والاخضر والازرق بتفاوت بين القيم فبيطلع لي الوان مختلفه. هلا هون مثلا رمادي غامق شوي، كمان تبلش هيك عم تخفف من الوان. مثلا رح اشوف لون اسود، هو اللون الاسود معناته مسحوبه منه الالوان كلها، يعني ما في، يعني بهالنقطه هاي ما عندي الشاشه ما عم تعطيني الوان. شايفين مثل هون هاي المساحه، شايفين هاي غامقه، ممكن تبلش تفتحها عم تعطيني شويه الوان، هون عم تعطيني الوان، هون ما في الوان بالمره. هلا رح نبدا باساسيات ببرنامج الفوتوشوب. اول شيء لنعرف الفوتوشوب. برنامج الفوتوشوب هو برنامج يقوم بانشاء وتعديل ورسم وتغيير الصور، يعني اي شيء بيخطر ببالنا على الصور ممكن نساويه بالفوتوشوب. اي فكره ممكن تخطر ببالنا، اي نحن نساويها نرسمها بايدنا بنقدر نرسمها. اي صوره موجوده عندنا من زمان فينا نعدل عليها، صوره مشقوقه فينا نرجع نرممها، صوره بدنا نغير فيها ملامح فينا نرجع نغيرها.
عمليات تجميل ممكن تصير على الفوتوشوب، اي شيء لوجو كمان ممكن يرتسم على الفوتوشوب، لانه كمان الفوتوشوب بيتعامل مع، في له اداة تتعامل مع الفيكتور، يعني فينا نرسم حتى بالفوتوشوب فينا نرسم فيكتور. هي الميزة اللي حاططها ادوبي بالبرامج تبعيتها، انه تشاركية بين الملف بين البرامج تبعيتها، يعني على الالستريتر فينا نرسم بيكسل وعلى الفوتوشوب فينا نرسم فيكتور. هلا في عنا المكونات الأساسية ببرنامج فوتوشوب، شريط القوائم. شريط القوائم هذا هو شريط القوائم، ليكو بيحتوي على فايل اللي فيها فتح مشروع أو فتح مشروع سابق، فيها كتير خيارات بنتطرق عليهم إن شاء الله. فيها الإيديت، في عنا الإيميج، لاير، تايب، سيلكت، فلتر، 3D، فيو، ويندوز، هيلب. هلا اهم شيء نحن البرنامج الفوتوشوب اللي عم نشتغل عليه هو فوتوشوب سي اس 6 ام اي. كلمه ام اي بتدل على انه بيتعامل مع شرق اوسط، ميدل ايست، شرق اوسط، لحتى نقدر نكتب باللغه العربيه، لانه الفوتوشوب اللي نازل من الشركه انجليزي، فبيجي ما بيشتغل باللغه العربيه. هلا نحن الاجباري الفوتوشوب بدنا اياه انجليزي، حصرا انجليزي، يعني القوائم بالانجليزي، الادوات كلها بالانجليزي، بس بيدعم اللغه العربيه. وقت يدعم اللغه العربيه بصير بس موضوع الكتابه بالعربي هو المشكله، اذا كان انجليزي حصرا. اذا اللي بده يجيب فوتوشوب يجيبه يعني فوتوشوب سي اس، حيلا رقم، في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في سي اس على الحل، بعدين في اللي قبل 0.7، وهلا نزل الفوتوشوب احدث من السي من الستة، نزل سي سي بس ما اشتغلت عليه. هذا تقريبا احدث شيء سي اس 6. وما مشكلة يعني حتى لو اشتغلت على الفوتوشوب نسخة أقدم، نفس الخيارات ونفس الميزات، عبارة عن تعديلات خفيفة بس موجودة بيناتهم، ميزات جديدة يعني، ميزات إضافية بس. هلا شريط القوائم اللي بيحتوي على فايل وإيديت وهي الحكي. في عندنا شريط الأدوات. شريط الأدوات هذا هو شريط الأدوات، فيه موف تول، أداة التحريك، فيه ريكتانجل ميركو تول، هو ادوات اداه التحديد اللي نحن نشوفها بدرس لحال، كمان هي اداه تحديد، وهي اداه تحديد، هي اداه القطع، يعني مثلا عندي صوره بنقطع فيها. يعني هون كل الادوات، ادوات هي الشراقه بتشرق لون، كل وحده نحن نشوفهم، كل وحده لها درس لحال. هي قائمه الادوات. في عنا شريط الخيارات، هذا الشريط الخيارات اللي فوق تحت شريط القوائم تماما. هون بيحط لي شو الأداة اللي مختارها، وهون خيارات للأداة اللي أنا مختارها. طبعا كل أداة لها مجموعة خيارات، يعني مثلا هلا رح اختار غير أداة، حط لي شو هي الأداة اللي عم بستخدمها وخيارات لإلها، أداة تانية مثلا خيارات لإلها. كل أداة لها مجموعة خيارات رح نشوفها كمان إن شاء الله بالتفصيل. في عنا الألواح، تحتوي على الألواح، هي يعني طبعا معظم شغلنا رح يكون عليها نوعا ما، انه بدنا نراقب فيها شغلنا. في عنا ألواح الكلر، اللون بنحدد فيه كميات اللون اللي بدنا اياها. طبعا في عدة طرق لانه نجيب الألوان، مو بس هي الطريقة. في عنا الأكشن رح نشوفها بعد فترة، سويتش، سويتشز، الوان جاهزه بتلاقيها مثل بلوكات، هون الالوان نحن بنحطها بايدينا. في عنا الطبقه اللي كثير مهمه هي اللاير، طبقه اللاير هي الطبقه الالواح يعني عفوا لوح اللاير. وفي عنا الباث كمان مهمه بنشوفها. في عنا التشانل، في عنا هون ال 3D حاطين اياها. طبعا بغير نسخ من الفوتوشوب، بالنسخ الاقدم ما في عنا الخمسه موجود ال 3D، الأربعة وثلاثة واثنين ما موجود فيهم 3D. في هون عندنا كمان هي ألواح، في عندنا كتير ألواح. هل الألواح من وين بنجيبها؟ من قائمة اسمها ويندوز، في عندنا كل شيء ألواح بدنا اياها وممكن نشتغل عليها. هلا رح نبلش ب، مثلا بدنا نجيب مشروع جديد، بدنا نفتح مشروع جديد بالفوتوشوب. الطريقة لفتح مشروع جديد، إما من فايل نيو فبيطلع لي خيارات، او من كنترول ان
بيطلع لي نفس الشيء اللي بدي افتحه من فايل نيو، هي نفسها، حتى مكتوب الاختصار جنب كل عنصر. فايل نيو لك، فايل نيو كنترول ان، كنترول زائد ان اللي بتفتح لي اياها. اول خيار هو النيم، نيم اسم المشروع اللي بدي اياه، فينا نسميه، فينا نخليه مثل ما هو بنسميه وقت الحفظ عادي. البريست هي نوع الورقه اللي بدي اشتغل عليها. هلا في عنا طبعا هدول التنتين هلا بنحكي عنهم ليش هيك موجودين، هن ما راح تكون موجودين عندكم. في عنا اليو اس بيبر مثلا، بتيجي بس حط انا اختار نوع الورقه مثلا انترناشونال بيبر او فوتو او ويب. طبعا كل وحده لحالها في لها قياسات ودقه، فهون بالفوتوشوب عامل لي اياهم جاهزين عشان ما اقعد انا اتحير شو بدي الدقه تبعيتها وشو لازم تكون قياساتها. هون موجودين خالصين انه جاهزين بختارهم. مثلا رح اشوف الانترناشونال بيبر، شو فيها؟ فيها جميع انواع الورق. هون بالسايز بيطلع لي خيار اسمه سايز، بالسايز هون لحاله A4 A6 A5 A3 B5 B4 B3 C6 C5 C4 DL. هلا معظم ال A4 هي الورقة ال A4 العادي اللي بينطبع عليه أي شيء، كلام أي شيء بالمكاتب. كل ما طبعا في شغلة صغيرة هون، A هو نوع الورق و 4 هو حجم الورقة. 4 يعني أنا فيني أطوي الورقة 4 مرات لتصير بحجم ستاندرد عالمي له أبعاد معينة. طبعا كل ما علي الرقم صغرت الورقة، كل ما علي الرقم كل ما علي الرقم صغرت الورقة، كل ما صغر الرقم كبرت الورقة. يعني هلا A4 أصغر من A3، والبي هلا هون B5 B4 B3 كمان قياسات تانية للورق، قياسات عالمية تانية للورق. رح نشوف مثلا A4، حطيت A4 لحاله حط لي الويث والهاي. الويث والهاي هي طول الورقة وعرض الورقة. طبعا نحن إذا كنا حاطين كاستوم نحن بنحدد الطول والعرض بايدينا، اللي بدنا اياه. يعني نحن بنكتب الطول والعرض اللي بدنا اياه، يعني مثلا 650. هون حاطط لي وحده القياس هي مليمتر، نحن فينا نغيرها بيكسل، انش، سنتيمتر، مليمتر، بوينت، بيكس، بيك، بيكا، في كولومز، اعمده. فنحن بفضل تعامل حسب نحن طبعا شو بدنا نشتغل، شو بدنا نشتغل لمين، لمطبعة، لصورة عندي على الكمبيوتر، لويب، نختار هون شو بدنا. المتعارف عليه معظم الشغل بيكون بالبيكسل والسنتيمتر، ومعظم الاحيان بياخذوا البيكسل لانه هي وحدة قياس عالمية صايرة فيك تشتغل عليها. سنتيمتر بياخذوها وقت حكما وقت تروح على مطبعة، بس وقت تشتغل شيء واجهة على الكمبيوتر اللي عندي، صورة للكمبيوتر اللي عندي، بشتغل بيكسل افضل شيء عشان نتعامل معه بشكل افضل بقياساته وهيك قصص. رح ارجع على انترناشونال بيبر. الاي 4 هو لحاله حط لي انه هي 210 ملم ب 227 ملم، طبعا عرضها 210 وطولها 297. اذا غيرت وحدة القياس انا لحاله رح يحول لي القيمة، مثلا هي 210 رح تصير 21 سنتيمتر، صارت 21 ويث سنتي، والهاي صارت 29.7 سنتي، والبيكسل هي 2480 بيكسل بالعرض و 3508 بيكسل بالطول. في عندي هون رح فوت على الريزوليوشن. الريزوليوشن في عندي بيكسل بالانش اول شيء وبيكسل بالسنتي، طبعا بتختلف الوحدات القياس اللي عم نشتغل عليها. مثلا المتعارف عليه كمان انه هو بيكسل بالانش، يعني انا هلا هون حاطط الدقه 300، طبعا فيني اغيرها لاي دقه بدي اياها. 300 انا في عندي 300 بيكسل بكل انش من الصوره، يعني كل الصوره رح تتقسم انشات، كل انش بالصوره فيه 300 بيكسل. اذا حطيت على السنتيمتر بيكسل بالسنتيمتر لكل حاله حولها لل 118.11 بيكسل بكل سنتيمتر بالصوره، رح يكون 118 بيكسل. طبعا 118 بيكسل عدد هائل من البكسلات، فوقت تكبر الصوره ما رح تتشوه. بس طبعا اذا صغرت الصوره وحفظت الصوره وهي مصغره ورجعت كبرتها رح تتشوه، لانه بالبكسلات بس كبر صغر الصوره بتنضغط البكسلات. رح ارجع على البكسل بالانش لانه هذا اللي بتعامل فيه كتير. عندي كلر مود. الكلر مود رح احكي على نظامين هلا حاليا، لانه رح نشوف بدرس كامل انظمه الالوان. النظام اللي بتعامل معه الاساسي نوعا ما هو الار جي بي،
ار جي بي ريد جرين بلو اللي حكينا عنه قبل شوي بالصوره اللي بتنبع من الشاشه. اي شيء عندي اياه بدي اخليه على شاشه الكمبيوتر، محصور بشاشه الكمبيوتر ان كان على الويب ولا صوره عاديه، اخليه ار جي بي. اذا بدي ابعت اي صوره لمطبعه بدي اخليه سي ام واي كي. سي ام واي كي هي كمان نظام لوني بس خاص بالمطابع، لانه المطابع تتعامل مع اربع الوان مو مع ثلاث الوان. ثلاث الوان ار جي بي، ريد جرين بلو، احمر واخضر وازرق. اما سي ام واي كي سيان ماجنتا يلو بلاك. سيان هو السماوي، الماجنتا هو الفوشي او النهدي حسب كل واحد شو بيسميه، فوشي. اليلو الاصفر، الكي هو الاسود. هون الاسود بيلعب دور بنوع بنوعيه الصوره، انه هو موجود الاسود ولا مو موجود. هون ما رح يعتمد على انه ازاله الالوان كلها لحتى يعطيني اسود، هون الاسود صار لون اساسي، عشان هيك قلت لكم خلينا نسميه لون احسن. طبعا في إلى نسب. هلا ليش بتتعامل مطبعه مع سي ام واي كي؟ لانه في شيء بالمطبعه اسمه فرز الوان، وهي الالوان الاساسيه للفرز السيان والماجنتا واليالو والبلاك. خليها ار جي بي لانه الصوره بنتعامل معها هلا على الشاشه. باك جراوند كونتنتس، هي بتحكي عن نوع الخلفيه اللي بدي اشتغل عليها. هلا هون محطوط وايت، هي طبعا اعدادات افتراضيه، هي اعدادات الافتراضيه هيك محطوطه. الوايت يعني شاشه بيضاء. باك جراوند كلر هلا بنحكي عنها. ترانسبيرنت، ترانسبيرنت هي شفاف، يعني ما في عندي لون، تطلع صورة من خلفيتها شفافة نحن بنبلي عليها اللون اللي بدنا اياه. باك جراوند كلر هي رح تروح لهون تاخذ لي اللون الخلفي من هون. هي في عنا لونين هون، لون امامي هو الاسود ولون خلفي هو الابيض. انا لو كنت مغيره هذا مثلا حاطه احمر، اذا حطيت باك جراوند لحال الدغري رح تطلع لي الخلفية لون احمر. ما بتفرق على انه نظام نتعامل، لانه فينا نحن عم نشتغل على صورة نغير اي شيء بدنا اياه مباشرة. انا حطيت اوكي، فتحت لي صورة A4، ورقة A4 بخلفية بيضة. اذا بكبر انا ما رح اشوف بيكسلات حاليا، بس في عندي كبسة اسمها كنترول ار. هلا كنترول ار يعني بتطلع لي مسطرة على الفوتوشوب، اذا شفناها ليك هون، هي مسطرة تدريجات افقية وتدريجات عمودية لمقاس الورقة. هلا مو نحنا كانت مقاس الورقة تبعنا، هلا بنشوفوها 21، شايفين من الصفر هاي الورقة تبعتنا، من الصفر لل 21. رح كبر شوي عشان تبين رقم 21 معنا، شايفين هاي لل 21. هذا طبعا مسطرة، هاي بتيجي بالسنتيمتر، بالسنتيمتر حصرا، ما في عندي مساطر غير سنتيمتر هون. حتى لو كنت حاطط نظام الصورة بيكسل بتطلع سنتيمتر. وكمان حتى بالفوق بالطول، هاي من الصفر تحت يكون ل 29.7، هاي 29 لك 2 تحت 9 هيك بينكتب. وكبر شوي، وهون فاصلة سبعة، هاي سبعة. طبعا كل حركة عم تحركها بالفوتوشوب اذا ما حكيت عنها انا في الى درس رح احكي عنها فيه ان شاء الله. هلا بس بدي ارجع شوي لحتى احكي شغلة صغيرة بس على نفس القائمة اللي كنا فيها. في عندي هون انه اوكي، اذا كبست اوكي انا اخترت الورقه اللي بدي اياها، اذا اخترت كانسل لغيتها. في عندي قبل ما احكي على السيف بريست، في عندي هون الايمج سايز. هلا هاي الصوره مختاره مثلا هي كانت انترناشونال بيبر A4 بقيم الويت والهاي واللي بدي اياه والريزوليوشن 300 بكسل بالانش. فهي حجم الصوره وهي فارغه ما فيها اي شيء 24 ميجا، 24 ميجا هو حجم الصورة هيك وهي فاضية بهالدقة هي. طبعا اذا انا اشوف اذا بخفف الدقة بلش تخف ال، ليك شوفوا شلون هون عم تخف ال 22 صارت، قد ما خففت الدقة بتخف ال حجم الصورة. هرجع على 300،
مثلا انا بدي عندي صورة دائما حجم معين ودقة معينة، دائما بحب اشتغل عليها. مثل انا بحب اشتغل دائما على على الوول بيبر تبع شاشة الكمبيوتر. شاشة الكمبيوتر مو إلنا 1366 ب 768، ففيني حط المقاسات هون بالبكسل. حطيت المقاسات اللي بدي اياها انا هون وهون، والدقة اللي بدي اياها، ونوع الالوان، وشو الخلفية اللي بدي اياها، وحطيت لها سيف بريست. انا بتحط سيف بريست بحط لي هون شاشة تانية، هو عم بيقول لي شو اخترت ورح يضل معي، شو هون اللي تسيفوا ريزوليوشن والمود والبيت ديبث والكونتينتس والبروفايل والبكسل اسبيكت. فهون بحط لي بريست نيم، فيني خليها هيك انا بحجم معين، فيني اسميها اللي بدي اياها. مثلا هي مثلا ورقة A4، هي A4 او A5 او اللي بدي اياها، يعني شو ما بدي اسمي. هاي A4 فيني خليها هيك، سميها هيك انا اللي بدي اياها. متى ما حطيت اوكي صارت عندي موجودة هون، هيك حرف الاي متى ما كبست عليه صارت مثل انترناشونال بيبر، يعني انه قياسات جاهزة. حطيت الاي لحاله، هاي اللي خير انا اللي هاي مثلا حطيت نوع صورة تاني، حطيت الاي طلع لي دغري لحاله القيم اللي انا اخترته. تلت بريست بيمحي لي هاي اللي انا سيفتها. هلا انا اذا حطيت مثلا انا مسيف عندي وول بيبر، فحاطط انا 1366 768 بدقة 300، وبشتغل عليها لحالها هي الصورة 3 ميجا، لحالها 3 ميجا فاضي.